مشاهدي الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشير دوباكم سيزون 3. ضيفتنا الحلقة اليوم هي ضيفة سبيسيال، راكم شفتوها شكون هي؟ الممثلة القادرة فريدة كريم. ما نطولش عليكم مشاهدينا، خليكم تشوفوا احداث حلقة اليوم، ابقى معنا. السيدة فريدة كريم ولا خالتي بوعلام؟ مرحبا بك خالتي بوعلام. ربي يحفظك، ربي يخليك. وانا نقول لكم بالخير، مسيتكم وبالورد رشيتكم في هذا اليوم، ان شاء الله مازال الخير، راني جيتكم. مرحبا بك، مرحبا بك، ربي يهنيك. اذا مشاهدينا مباشره نروحوا نشوفوا ونتعرفوا على حاله معمر في هذا التقرير اللي قامت باعداده الزميله اسماء بوطوش. كم هو صعب أن تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق أن تضطر للعمل وأنت دون سن العشر سنوات. صرات لي أكسيدون قياترا من هذاك العام، وأنا سوفري فسوفريت هنا بزاف، زيد الناس يخزروا فيك خزرة ماشي مليحة، ما تقول لي حقروك بالخزرة ديالهم. ماذا بيا إن شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح إن شاء الله للألمان، ندير لي بروتيز تما ان شاء الله، يسقى قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس عرقام تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. بلاد احنا تاعنا معاقي سفري بزاف في البلاد، ولحقت وين حتى سيد ننتحر شعر مخطره، ومن بعد الحمد لله دوكا مازال الامل الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمه عمليه عمار لوضع رجلين صناعيين بالمانيا. وبتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. يا رحمن ابو ولدي
شاء الله كاين الخير يا وليدي. ان شاء الله ما تيأسش والله العظيم ما تيأسش. تحية الحاج محمد. انت انت جد عمر ولا معمر كما نحبوا نادوله؟ معمر. احكي لي شويه عليه، طفولته كيفاش كبر، دار بيته، علم انه هو اللي رباه يعني. هذا بالله المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا ولد وليدي وداروا حادث باباه يموت وباو وبقى هو. انا دارو كابن ماشي كولدي ولدي، دارو كابن. طلب من الجزائريين كاملين، الشعب الجزائري كامل، اما 40 مليون كامله. لا الحمد لله وان شاء الله مازال فينا الخير، مازال عندنا الحراره هذيك تاع المعاونه. سيد نصر الدين، اولا عرفنا بالجمعيه تاعك، علما انه جمعيه ماهيش قديمه بزاف يعني، خمس سنوات لا ست. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاله تاع الاخ معمر اللي راه وليدنا وخونا، اكتشفتها عندي عضو من الجمعيه يخدم في مستشفى، قال لي بلي كاين واحد الشاب حاب ينتحر وحكى لي على الحاله تاعو. نعم. ودوك الهدف تاعو في هذه الحصه ان شاء الله باش يدير ارجل صناعيه ان شاء الله. انا عمي وان شاء الله يوقف على رجليه ان شاء الله. نروح للمختصه في علم الاجتماع السيده الهام شعباني. هل وصلنا في الجزائر الياس لهالدرجه من الياس؟ وراهي الدوله، انا حبيت نفهم وراهي علاش ماشي ولاو يقول لك نعطوا لهم 400,000 ذوي الاحتياجات الخاصه، ما نقدرش انا نقول لك المعوقين علاه تعطي لهم. سمعتها 400,000 خاطش ما تحسش بها، خاطش هذيك اللي قالتها تخلص بالك اكثر من 30 مليون، سي تو تافي نورمال 400 دينار وين تجيه؟ الناس ما تجيش داري لهم حتى حاجه لهادو، رانا نشوفوا فيهم. انا ماذا بيا يحطوا لنا كما يقول لك الراجل المناسب في المكان المناسب، يلزمنا نفكروهم هادو الناس، يلزمنا نوقفوا معاهم. الحمد لله اللي كاين مازال عندنا رجال في البلاد وعندنا فحوله ما شاء الله، يا ربي يحفظهم يا ربي يحفظهم ولادي. برافو. وانا الله يحفظك، وانا الفنانه تاعنا راني حاب هذا المنبر لانه معمر عينه من نعم. الشباب اللي حاب يحرق. راني نشوف فيهم هذيك النهار في لابوينت يعني معالجه الداء من سيدي جان جايين للدنيا يا ناس، علاش قاعدين قدام اللي تقولوا لهم اللي حيطيس؟ جو بونس با كاين خدمه وما خدموش، شوف دي ليسونسي، شوف عندهم شهادات عليا ويبيع الدخان ما صابوش. ما تقوليش كاين كاين يجيبوا لي وحده ما عندها لا شهاده ولا هم يحزنون تصيبها وتالي لا سوتي باترون يا مسلم. علاه علاه ولي جان تاوعنا وين؟ وين نبعثوا ولادنا؟ شحال رانا 85% سيدي جان ولادنا. لا لا خويا نسحقهم، انا ولاد بلادي نسحقهم، نحبهم يقعدوا لهنا، ماذا بيا يخدموهم، على ما تخدموهمش؟ ربي يحفظكم ولادي، يلزمكم تكافحوا، يلزمكم تشدوا، بالك وتحرقوا، هذا واش وصيكم؟ ما كانش الحرقه ما عندها، اقعدوا هنا، اقعدوا هنا، هنا يموت قاسي، والله العظيم، ما عندناش وطن واحد اخر، عندنا هذا والوطن، عندنا غير الجزائر، يا لوغ تحية الجزائر وتحية كل من يحب الجزائر. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة السيدة فريدة كريم ولا خالتي بوعلام، كما قال تحية الجزائر وتحية بلادنا. أنت عندك مفاجأة نظن السي نصر الدين زواوي، قدرت تجمع مبلغ مالي ولو صغير ولكن يعني قدرنا نلايمو مبلغ 170 مليون سنتيم. ما شاء الله. الله يبارك. الحمد لله. برافو. الله يحفظك. ربي يحفظك. السيدة سيدة فريدة لما اتصلنا بك خلاص الحق لا اتصلنا بك عندها ايام لكن لما خلاص قريب تجي المبلغ تاعك اكتمل والمبالغ اللي طلبتيها تروح للناس. يا عمر يا ربي يحفظك. قدرنا شوفي الهيكة، شوفي فقط الهيك، قدرنا نجمعوا له 550 مليون سنتيم. الحمد لله. فضي معايا الشاك. ربي جو جو. انتي تقدمي تفضل لرئيس الجمعيه. عمري تفضل. ربي يبارك فيك خيريه. تفضل احمد. شكرا احمد. إيه شوف 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 خيوري شوف. اعطي له انت الشاك وانت اعطي له. هيا انا نعطي له. هيا هيا فقط دقيقه. ما شاء الله 5 ملايين و500 الف. تفضلي تفضلي سيدتي روحي انت في الوسط. ان شاء
شوف ربي ما في غير الخير. هيا شوفوا شوفوا قلت لكم الجزائري ديما في حل، والله ربي يحفظكم. فيف لي زالجيريان. هذا الشاك كبير هنا، الشاك الكبير وهاو الشاك الحقيقي. زيد وريه مليح، صوروه مليح. اوه برافو، زيد وريه. مبروك عليك معمر. معمر اعطيني كلمه. انت يا وتشربح. والله العظيم ربي يحفظك. لما توصلنا بيك الحاجه فرحان طبعا، ما تخليش يخدم بزاف. والحق الشاك الصغير وراه الشاك الصغير. كاينه حاجه حبيت نقولها ديريكت. انا قالوا لي من قبل دوكا فهمتها باللي صح. المبلغ المالي اللي دخل الاول دخلت 270 مليون ماشي 100 مليون ماشي 170 مليون، وانا مادابيا الدراهم هذوك اللي دخلوا زايدين مادابيا نمدهم لواحد اخر اللي اكثر مني بالك. كيف يعني؟ يديهمش وما كاعد جميع بلال ندهم. بلال من فضلك نقصني الموسيقى. نية صافية ولا كان جات نية صافية تاع الجمعية ولا يحضر ديرك بلي دخلت 270 مليون وشو باش نديروا بهم. دخلت 270 مليون. لا 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 دخلت 170 مليون. لا لا وقال لك نو. لا لانه الحساب البنكي تاعو الاموال تدخل في حساب بنكي والجمعية عندها تخسر الحساب. انا ما سرقش. لا اسمع وش هو يقول لك. فهمنا. دخلت 170 مليون. وانت على كيفاش عرفت بلي دخلوا 270 مليون معمر؟ البنك الحساب تاعي وراني دايره في تاع الجمعيه تسمى على الخدمه. عيب عليك راك تسرقت فيها. دخلوا 270 مليون. لا لا حاشا. ودا نكال الخير هذا. 100 مليون. انا قالوا لي من قبل. والله نكال الخير انت. قالوا لي الناس اللي تخدم معاه بدل الطوموبيل. ما كان ما دخل يعني باموالك انت بدل السياره. انت الكرسي اللي راك عليه. ما يستعملهم ما يستعملهم. انت الكرسي اللي راك عليه. باش يستغلوا. الكرسي اللي راك عليه الجمعيه اللي عطاته لك. تسمع فيا. لا 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 الكرسي اللي راك عليه الجمعيه اللي عيب عليك عيب عليك بعد عيب عليك عيب عليك عيب عليك عيب عليك نكال خير وجاي. حرام عليك والله ما يحشمها. لا تفضل تفضل. هذا الكرسي اللي راك عليه انا اللي اعطيته لك. ها لا لا خويا وليدي وليدي انا وراسك خلاص بالك كانش واحد قال له هذا الكلام. انا وراسك اخي والله ما تحشمها انت. خلاص من فضلك اسمع نوصل البرنامج. والله غير عيب عليك. لا تفضل خلينا نسمع خلينا نفهم. اي وليدي انا واصل. لا لا حاشا حاشا. لا لا طيب. حاشا وصك هذا قاعد عندك. لا لا حاشا حاشا. اعطي له الشاك. ما تكوبيش ما تكوبيش. سرقتهم حسبي الله ونعم الوكيل. سراق انت يا وسرقتهم. اسم معمر مش اسم الجمعيه هذه تنبيه فقط. انا رئيس الجمعيه. انا وراسك في البيت غلط بالك معاك. اعطيني الشيك انا وراسك يسجيك. اعطيه لي انا مانيش قادر. انا وراسك نتكفل به. انا ما نعطيلوش الشيك يرجع لي الكرسي تاعي ونروح. خليني نروح هذاك الخير. واش عليه بابا واش عليه يرجع لي الكرسي تاعي. تفضل الحاج تفضل. شوف كيفاش درت ربي. والله ما تحشم. انا وراسك انت درت ربي. من متى انا وراسك وليدي يعطيك ما تمنى. ندي الكرسي انا وراسك. انا ندي الكرسي تاعي انا وراسك. لا 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 يعطيك ما تمنى. لا لا واحد ما يهدر معايا. واحد ما يهدر معايا سمح لي. تفضل تفضل معليش سيده فريده كريم تفضلك تفضلي. والله ما تحشم. لا تفضلي سيده معليش معليش تفضل من فضلك بدون تجريح. تفضل الجمعيه تاعي. تفضل سي نصر الدين. سيد نصر الدين من بعد نقصر معك برا. راني نستنى فيك برا. راني نستنى فيك برا. شوف الوجهي الله يزين لك السعد. انا رئيس جمعيه انا نتكفل به. على بالي انت رئيس الجمعيه. انا نتكفل به. وتخرج كملوا بالي انت هكا داير ربي هذه ماشي لا ليا لا للبلاد لا لهذا. معليش لهذا خي هكذا يعطيك ما تمنى وليدي. خالتي الله يزيدك خالتي بوعد سيدي. تفضلي خالتي جلسي نكملوا الحلقه نكملوا الحلقه. ما يعطي لك يعطيك الان يجلس يعطي لك. معليش تفضلي معليش. لا لا وليدي ما قلت والو. هذا ما تقدريش تحلي هذا. هذا لازم تهضري معاه بطريقه اخرى. لا لا حاشا لا 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 ما تقولش هكذا وليدي. لا بصح سيده فريده انا ريقي نشف ما صدتوش نقول. علاه علاه هذا تاع الجمعيه. هذا خوك هذا خوك يجعل ربي هم قالوا له على بالك احنا تو حنا يهضروا بزاف عمل غلطه دوك يطلب له السماح وخلاص. هذا الثاني يطلب السماح خلونا من هذا. اوف انا ما صدتوش نقول. اي وليدي الله يزين لك السعد. فضح فيا. لا ما يفضحكش ما كانش خلاص. نعطيك الشاب كونك في حل قول له هاك. انا وراك. انا ماشي في حل. حاشا ما قلتش ماشي في حل. حاشا اسمع الجزائر ديما في حل. نعرفك في حل. اي وليدي يعطيك ما تمنى. نعطيهولك. الله يزين لك السعد. هاي ترجع لي. هيا وليدي نعطيه لك. نعطيه لك. هاي صح. هيا صفقوا عليه انا وراسك صفقوا عليك.
سليم وي سليم ودي معاهم هذا الشيء صافا هادي لا دوزيام مامون تاعي هادي تهضرش معايا نموت عليك صح كيفاش كنت مع الاول كنت مجنن كنت مغوفل مغوفل وزابط وشو هذاك تحمل ترميك في القاعه ويضرب فيك هدايا بطل افريقيا في الالعاب الاولمبيه وتبكي فيا انايا بكيت معاك بعدك الالمان بكيت معاك 10 ملايين كبدتهم لك بس اعتمدوا 500 ولا ثاني طاحت ولا يحي عليا قهر عليها قولي لي كيفاش حسيتي كي دفعت كنت زابط وجهي كنت خايفه منك ما مسني يصبغهم لي يا واحد الضحكه عليه يا ربي يحفظك يا هكذا قلت زيد يحا سيزون 3 هذه بالكم سليم وليدي الله يحفظك وليدي تاع الصح بصح دوكا وليت نخاف تاع الصح يطول عمرك ان شاء الله نقول لكم رمضان كريم وربي يحفظكم لا ديروش الثقه في الاحباب وي وردوا بالكم ردوا بالكم سلام سالم روعه ودالكم سالم سلميه وبداها لكم وانتم برجليكم عنده جايين رئيس الجمعيه وغيبها لكم هو اللي خادم كامل الفيل يا ردوا بالكم يا ردوا بالكم يا ردوا بالكم سالم روعه